استحقاق ديمقراطي سجله أهالي منطقة وادي عتبة بالإدلاء بأصواتهم لانتخاب مجلسهم البلدي للمرة الثانية بمشاركة أكثر من 7500 ناخب. يوم سعيد أن الناس نرى الناس معناها كلهم رجال ونساء قادمين إلى المركز الانتخابي لإدلاء بأصواتهم لانتخاب من يرونه آهلا لخدمة هذا الوادي إن شاء الله. 8 مراكز و5 لجان و18 محطة عملت كخلية نحل من أجل سير العملية الانتخابية على وجه حسن رغم وجود بعض الإشكاليات. بدأت العملية الانتخابية اليوم للمجلس البلدي بلدية وادي عتبة، وطبعا كما شفنا الإقبال في البداية الآن ولله الحمد كان جيد. اليوم يمارس سكان بلدية وادي عتبة أحد الاستحقاقات الهامة، وهو استحقاق انتخاب المجلس البلدي. الحقيقة هذه خطوة تعتبر هامة على طريق تجسيد الديمقراطية. كغيرها من البلديات التي تشارك وادي عتبة العرس الانتخابي في إعطاء ثقتهم لمن يستحقها للعمل على تحسين وتقديم الخدمات لهم.